يعني خلينا في البداية نعرف السادة المشاهدين، صيام يوم عرفة، فضائل صيام يوم عرفة، ايه المفروض نعمله في يوم يعني مبارك زي ده عشان حتى ناخد الثواب والأجر إن شاء الله؟ أولا بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم ومن ولاه واتبع هداه وبعد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيام عظيمة جدا، من أعظم الأيام وأحب الأيام إلى الله عز وجل هذه العشر. قال فيها نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وأعظم هذه الأيام العشرة يوم عرفة. يوم عرفة من أفضل الأيام عند الله عز وجل، وأعظم الأيام وأحبها إلى الله عز وجل. ربنا لما بيقسم بشيء في القرآن الكريم يقسم بعظيم، مش يقسم بحاجة كده هينة أو قليلة. الله أقسم بيوم عرفة، قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الشفع إيه هو؟ الشفع يوم عشر من ذي الحجة، والوتر هو يوم التاسع من ذي الحجة، لأن الوتر فردي في يوم تسعة، والشفع زوجي فهو يوم عرف، يوم النحر، يوم والشفع. الله يقول أيضا في القرآن الكريم: لا أقسم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. اليوم الموعود هو يوم القيامة، والشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. فكون إن ربنا يقسم بيوم في القرآن الكريم هذا يوم عظيم. والله تبارك وتعالى لا يقسم في القرآن، لا يقسم إلا بعظيم. لماذا اكتسب هذا اليوم هذه القيمة العظيمة في تاريخنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيه أحاديث كثيرة جدا. من ضمن هذه الأحاديث للحاج الذي يقف على عرفات، وهناك أحاديث لغير الحاج الذي لا يقف على جبل عرفات. تخيل أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة. عشية يعني من بعد صلاة العصر. مع أن الطبيعي كما في الأحاديث أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، إلا في يوم عرفة ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وكرمه، تنزل رحمته، تكثر رحمة الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، يدنو من عباده، تدنو منهم رحمته وفضله وكرمه من يوم من العصر. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان يوم عرفة يهبط الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا عشية عرفة ويقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمال وكعدد قطر المطر وكزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. سيدنا رسول الله قال في حديث سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر يرويه، سيدنا رسول الله يقول لسيدنا بلال: يا بلال أنصت لي الناس في يوم عرفة. بيقول سيدنا بلال: سكت، أسكت لي الناس. فيقول سيدنا بلال: يا أيها الناس أنصتوا لرسول الله. فيقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن جبريل أتاني آنفا، لسه جاءني الآن، وأقرأني من ربي السلام، ويقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله تبارك وتعالى أغفر لأهل عرفات ولأهل المشعر الحرام، بمكان بجوار عرفات، وضمن عنهم التبعات. التبعات اللي هي الحقوق اللي بين العباد اللي مش هيقدر يؤديها في الدنيا، تعثر في أداء حقوقها، فإن الله تبارك وتعالى يضمنها لهم يوم القيامة. فقال سيدنا عمر لسيدنا رسول الله: يا رسول الله، هذا لنا خاصة أم للمسلمين عامة؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن أتى بعدكم. فقال سيدنا عمر: قد كثر خير الله وطاب. يعني المزية دي اللي هي غفران الذنوب للحجاج للواقفين بعرفات، مش اللي كانوا مع النبي بس. أي حد هيقف بعرفات ليه المزية دي لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي قال لنا في يوم عرفات: اغتن يوم عرفات، هيئ نفسك ليوم عرفة. يوم عرفة يوم عظيم جدا، يوم من أعظم أيامك ومن أفضل أيامك ومن أحب أيامك لله. هيئ نفسك ليه. الواحد لما بيطلع رحلة أو مكان معين بيهيئ نفسه لهذا الشيء أو لهذه الرحلة، وهي رحلة دنيوية لإمتاع جسده أو لرغباته. فباك أنت رحلة مع الله يوم واحد، هيئ نفسك. يوم الله يهبط فيه ويباهي، الله يعتق فيه الخلق من النار. صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو عبيدا من النار من يوم عرفة. إنه ليدنو ويدنو ويقول: ما يريد هؤلاء، ما يريد هؤلاء. فربنا بيعتق العبيد من النار، لكن ربنا يجعلنا من أهلها يا رب. لكن الواحد يلجأ لله تبارك وتعالى.